السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي للجميع. آخر الأخبار والمسجلات في ألمانيا والعالم، تأكدوا من اشتراككم في القناة واضغطوا لايك للفيديو، وشكرا للجميع. نبدأ الخبر الأول، وحقيقة خبر صادم للجميع في مقاطعة أنغفي بالتحديد في مدينة إيبن بوغن. تلميذ يبلغ من العمر 17 عاما في المدرسة يقتل معلمته طعنا بالسكين. إذا تلميذ 17 سنة عمره قاصر بنفس الوقت يقتل معلمته طعنا في مقاطعة أنغفي في مدينة إيبن بوغن. كان دائما لهذا التلميذ مشاكل مع المعلمين والمعلمات ومع المدرسة أيضا، تم فصله بسبب مشاكله لمدة يوم واحد. تم فصل هذا الطالب وذهب إلى البيت، وثم جاء مرة أخرى ليرى المعلمة جالسة في الصف، وذهب إلى المعلمة وقام طعنها بالسكين مما أدى إلى جروح خطيرة لدى المعلمة. واتصل هذا الشخص القاصر الذي ارتكب هذه الجريمة بالشرطة أيضا، وأتت الشرطة وسيارات الإسعاف لإسعاف المعلمة، ولكن كانت الجروح بليغة جروح المعلمة مما أدت إلى الوفاة متأثرة بجراحها. للأسف توفيت المعلمة. الشخص القاصر، طبعا الشرطة قبضت على الشخص القاصر بدون مشاكل وبدون أي معاناة. الشخص القاصر الذي يبلغ من العمر 17 عاما لم يتلى بأي تصريح أو لم يتكلم لحد الآن عن أسباب هذه الجريمة أو عن دوافع هذه الجريمة. لا يوجد معلومات رسمية من الشرطة في مقاطعة أنغفي حول هذه الجريمة، ولا يزال الشاب ضمن مراكز الشرطة ولم يدلي بأي تصريح. ننتقل إلى موضوع آخر، وهناك تقرير سنوي من صادر من مكتب الاتحاد للهجرة واللاجئين في ألمانيا. هذا التقرير تم إصداره اليوم. هناك أرقام بخصوص طلبات اللجوء في ألمانيا، وزيادة كبيرة، قفزة كبيرة في أعداد طالبي اللجوء في ألمانيا. تقدم في ألمانيا في عام 2022 العام الماضي 244,132 شخص تقدموا بطلب لجوء في ألمانيا بالعام الفائت عام 2022، بزيادة وصلت إلى تقريبا 55,000 شخص عن العام 2021. بالإضافة إلى ذلك طبعا استقبلت ألمانيا 1,044,000 شخص من أوكرانيا. طبعا الأوكرانيين لا يتعين عليهم التقدم بطلبات اللجوء. إذا مجموع الكلي من اللاجئين الذين وصلوا إلى ألمانيا يفوق 1,300,000 شخص في عام الفائت عام 2022. طبعا هناك إجراءات أو تسهيلات للأوكرانيين في ألمانيا. لا يتعين عليهم تقديم طلبات اللجوء، ولا يتعين عليهم الانتظار لقرار من المحكمة، فهناك تسهيلات للأوكرانيين. أما بقية الجنسيات فالأمور طبيعية، ويتم المقابلات ومن ثم الانتظار، وهناك الرفض وهناك قبول وهذه الأمور. معظم طالبي اللجوء كانوا من سوريا بالمرتبة الأولى، 70,976 شخص من سوريا أتوا إلى ألمانيا وقدموا طلب للجوء في عام 2022، ويمثل هذا العدد زيادة بنسبة 29.3% مقارنة بالعام 2021. أما بالمرتبة الثانية لأعداد الأشخاص الذين قدموا لجوء في ألمانيا هم أفغانستان. المواطنين الأفغانيين 36,358 شخص تقدموا بطلب للجوء في ألمانيا، بزيادة وصلت إلى 56.2% عن العام 2021. الزيادة الأكبر بين هؤلاء الذين يطلبون الحماية في ألمانيا كانت من نصيب تركيا. 23,938 شخص تقدموا بطلب للجوء في ألمانيا من الجنسية التركية، بنسبة الزيادة وصلت إلى نسبة كبيرة طبعا وصادمة حقيقة للبعض، وصلت إلى 238.7%. قد يكون السبب الرئيسي لقدوم الأتراك إلى ألمانيا وتقدم بطلب اللجوء، السبب الأساسي والرئيسي هو السبب الاقتصادي بسبب تدهور الوضع الاقتصادي في تركيا في الفترة الأخيرة. واتخذ المكتب الاتحادي للهجرة
في عام 2022 قرارات بشأن طلبات اللجوء في 228,673 طلب لجوء، يعني تقريبا وصلت نسبة الأشخاص أو طلبات اللجوء الذين اتخذ المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين قرارات بشأنهم قرار رفض إيجابي أو سلبي، رفض أو قبول، تقريبا وصل إلى 85%. يعني من أصل 244,132 228,673 شخص حصلوا، يعني تم إرسال قرارهم إلى عناوينهم. 56.2% من جميع الحالات أصدر المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين قرارات لجوء إيجابية. 90% من السوريين كانت قراراتهم إيجابية. 83.5% من مواطني دولة أفغانستان كانت قراراتهم إيجابية. 22.5% فقط من العراقيين حصلوا على الحماية وكانت قرارات إيجابية بحقهم. في شهر ديسمبر فقط معظم طلبات اللجوء كانت من السوريين، وهي 9,184 طلب. الأفغانيين كانت بالمرتبة الثانية، المواطنين الأفغانيين 4,780 طلب. الأتراك مرتبة الثالثة بفارق بسيط عن أفغانستان 4,138 طلب. في عام 2022 كانت مدة الإجراءات تقريبا سبعة شهور أو نصف في جميع أنحاء ألمانيا للطلبات الأولية في ألمانيا. إذن هذه إحصائية أو تقرير صادر من المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا حول أعداد طلبات اللجوء، جنسيات طلبات اللجوء، القرارات الإيجابية والقرارات السلبية. زيادة كبيرة بنسبة الأشخاص الذين يصلون إلى ألمانيا والذين يتقدمون بطلبات اللجوء. ننتقل إلى موضوع آخر بخصوص إلغاء إلزامية ارتداء الكمامة في ألمانيا. 5 مقاطعات تنضم إلى 3 مقاطعات الأولى التي اتخذت قرارات بإلغاء إلزامية ارتداء الكمامة في المقاطعات الألمانية. المقاطعات 5 الجدد الذين انضموا للمقاطعات 3 القدماء هن المقاطعات ساكسن، برادنبورغ، تورينغن، برلين وميكلنبورغ، وبالإضافة إلى أول 3 مقاطعات واللي هن بايرن، ساكسن أنهالت وشليسفيك هولشتاين. إذا تقريبا نصف المقاطعات الألمانية أو أكثر من النصف ألغوا إلزامية ارتداء الكمامة داخل المواصلات العامة والقطارات ضمن حدود هذه المقاطعات. أما المقاطعات الأخرى فسيكون هناك اجتماعات وبالأسابيع المقبلة أو الشهر نهاية الشهر الثاني، يعني حسب التوقعات الحالية حسب الجو والمناخ بخصوص إصابات والفيروسات والأمراض هاي. يعني نهاية الشهر الثاني شهر فبراير راح يكون تقريبا كافة المقاطعات اتخذت قرارات بإلغاء إلزامية ارتداء الكمامة في المواصلات العامة وفي القطارات. ننتقل إلى موضوع آخر حقيقة وهو خارج ألمانيا. في تقرير ملفت للنظر وحقيقة أظهرت بيانات اليوم الأربعاء تراجع تاريخي للجنيه المصري، حيث يساوي 30 جنيه مصري 1 دولار في تعاملات اليوم الأربعاء 11 من شهر يناير 2023، وهو تقريبا انهيار تاريخي للجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي. وتعهدت مصر بسعر صرف مرن للعملة ودور أكبر للقطاع الخاص ومجموعة من الإصلاحات قادمة النقدية والمالية، عندما اتفقت على حزمة مساعدات دعم مالي ب3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. إذن لأول مرة هبوط تاريخي للجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، وصل الكل دولار يساوي تقريبا 30 جنيه مصري في تعاملات اليوم الأربعاء 11 من شهر يناير 2023. أصدقائي هيك بنكون وصلنا لنهاية جولتنا الإخبارية لهذا اليوم وآخر الأخبار في ألمانيا والعالم. بتمنى المعلومات اللي ذكرناها تكون مفيدة للجميع. نلقاكم بفيديو آخر، متمنيا لكم الصحة والسعادة للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.